قال له خليني في الملعب وكان عاوز يكمل، وحسام سأله على التغيير لكن فخر العرب طلب الاستمرار. مفاجأة بتكشف لأول مرة عن أزمة استبدال صلاح في مباراة غينيا، يا ترى إيه الحكاية؟ نائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي بيكشف مفاجآت مثيرة عن منتخب مصر وحقيقة الأزمة بين صلاح وحسام وكواليس التبديل اللي قلب السوشيال ميديا، ورفض صلاح الخروج. وقال الدرندلي منتخب مصر كان يبحث عن الفوز على غينيا والعلامة الكاملة في التصفيات، لكن الهدف الأول للمنتخب الغيني صعب المهمة وعقد الأمور، وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت، والرحلة لغينيا كانت شاقة ومرهقة رغم أن المنتخب سافر على متن طائرة خاصة. وكشف كمان عن مفاجأة عن صلاح وقال أن صلاح قيمة كبيرة مع منتخب مصر وهو واحد من أهم لاعبي العالم، والعلاقة بينه وبين حسام حسن جيدة للغاية. صلاح مثال يحتذى به في معسكرات المنتخب، لاعب مثالي وهدفه في غينيا جاء بطريقة رائعة تنم عن موهبته. واتكلم الدرندلي عن دور حسام وقال بصمات حسام ستظهر مع المنتخب مع الوقت، وبعد مباراة غينيا حرص المدير الفني على الجلوس مع اللاعبين في غرفة ملابسهم ووجه لهم التحية. كمان اتكلم عن مزاعم رفض صلاح التبديل في دقائق مباراة غينيا الأخيرة وقال ده ما حصلش، جميع اللاعبين أجروا عمليات الإحماء، وحسام سأل صلاح عايز تبدل واللاعب أبلغه بأنه لا يريد التبديل والأمر انتهى سريعا. كنت بشوف المباراة من المقصورة برفقة جمال علام، وما حدث أن حسام تحدث مع صلاح وسأله هل تريد التبديل، والأخير أكد رغبته في استكمال اللقاء لكن لا توجد أي أزمة. حسام كان عنده الحق في طلب انضمام اللاعبين بشكل مبكر من أجل الاستعداد للمباريات بشكل جيد، والأندية وافقت على الفور، وغير صحيح ما يتم تداوله بشأن رفض الأهلي تواجد لاعبيه بشكل مبكر. كمان كشف عن حقيقة الأزمة بين إمام عاشور وحسام حسن وقال مفيش أي مشاكل مع إمام، هو شخصية جميلة عنده حماس غير عادي، وحين تعرض للإصابة في مران المنتخب في ساحل العاج ذهبنا به إلى المستشفى بعدما توقف عن الحركة بسيارة الإسعاف أنا وحازم إمام ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب. أبو العلا كان على وشك استعمال جهاز الصدمات قبل الوصول للمستشفى، لكن عند وصوله استقرت حالته الصحية، وفي اليوم التالي وجدته في الملعب في انتظار الميران. اتكلم الدرندلي كمان عن أزمة مدرب المنتخب السابق روي فيتوريا وقال يوجد شرط جزائي في العقد مع روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب، لكن يوجد خلاف من الناحية القانونية، وأرسلنا قيمة الشرط الجزائي له منذ شهر والمقدرة براتب 3 أشهر، كان يتقاضى 180,000 دولار بالإضافة إلى المساعدين. محامي فيتوريا طلب 60,000 دولار كتعويض لا نعلم سببه، ولن ندفع المبلغ المطلوب على أي حال. لكن يا ترى هل فعلا اللي حصل مع صلاح وحسام عادي ولا ممكن يكون بداية للتوتر بينهم؟ خلونا نشوف.